بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم وأيامكم مشاهدينا الكرام بكل خير بثاني أيام عيد الفطر السعيد، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ضيفتنا اليوم سعت جاهدا لمشاركة ذوي الإعاقة في المجتمع عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بالتحديد. تكتب مقولة شهيرة أو تستقبل متابعينها بمقولة شهيرة بأن الأعمى ليس من فقد بصره، إنما من عميت بصيرته. هي أستاذة ومعلمة ومربية فاضلة ورئيسة لجنة مرزوق الغانم لذوي الإعاقة. نتعرف عليها أكثر من خلال التقرير التالي. ضيفتنا وضيفتكم اليوم في برنامجكم بأيدي هؤلاء هي أحد الكوادر الوطنية وصاحبة دور مهم وفعال في مجال ذوي الإعاقة، وذلك لكونها متخصصة في هذا المجال دراسياً ولامست من خلال عملها ما تعاني هذه الفئة المهمة من مشاكل ومعاناة من خلال صعوبة الدمج في المجتمع، وهو ما دفعها إلى تأسيس لجنة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لذوي الإعاقة لنقل هموم ذوي الإعاقة إلى الجهات العليا، خاصة مجلس الأمة الجهة التشريعية التي من شأنها إيجاد الحلول القانونية والجذرية لتلك المشاكل وحل الصعوبات. الأمر الذي لقي تفاعلاً فورياً من قبل رئيس المجلس الذي يواصل لقاءاته الدورية مع ذوي الإعاقة للوقوف على احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم، لما لا في ظل تميز هذه الفئة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لجنة منذ تأسيسها منذ قرابة 6 سنوات دأبت على تنظيم الفعاليات التي من شأنها إشراك ذوي الإعاقة في الأنشطة المجتمعية، بالإضافة إلى المسابقات التحفيزية لهم، علاوة على تقدير من يقدم إنجازاً يحسب للبلاد في أي من القطاعات، وهو حق مشروع لهذه الفئة المنجزة. ضيفتنا وضيفتكم اليوم هي الأستاذة شريفة الغانم، رئيسة لجنة رئيس مجلس الأمة لذوي الإعاقة. نرحب بضيفتنا وضيفتكم شريفة الغانم، رئيسة لجنة مرزوق الغانم لذوي الإعاقة. حياك الله أستاذة. فيك حبيبتي وعيدك مبارك. العايدين الفايزين وكل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم. بداية أستاذة، حابين نتكلم عن لجنة مرزوق الغانم لذوي الإعاقة، شنو الأهداف وتطلعاتها المستقبلية؟ بس أنا بنوح عن شغلة أن لجنتي، لجنة مرزوق الغانم لذوي الإعاقة، هي لجنة خارج مجلس الأمة. نعم. ليست داخل مجلس الأمة، يعني الأعضاء هم الذين يقومون في دور المعاقين ومطالبة بحقوق المعاقين داخل المجلس. أنا أطالب بحقوق المعاقين خارج المجلس. وأحاول أني أنقل الظلم اللي يتعرضون له ومشكلاتهم إلى رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم. جميل جدا، لأن هناك لبس في هذا الموضوع. أنا وايد هالأمور وايد يعني يقولوا لي أنت وصلناها للسادة المشاهدين، أنت داخل المجلس. لا، هذه لجنة تطوعية. أنا أقوم بدوري أني أنقل كل المشكلات اللي تواجه المعاقين والقصور اللي يعانون منه في بعض الهيئات والمؤسسات إلى رئيس المجلس. نعم. طيب السادة شريفة، كيف جاءت هذه الفكرة؟ طبعاً جت هذه الفكرة تقريباً صار لي 6 سنوات. أنا تخصصي في هذا المجال، تخصصي إعاقة بصرية في مجال التربية الخاصة بشكل عام. فطرحت هذه الفكرة على السيد مرزوق الغانم والسيد خالد الغانم، وجهوا لهم تحية كبيرة عبر برنامجكم، فرحبوا بهذه الفكرة، خاصة أنهم يعني مهتمين بهذه الجهة، ونظراً لانشغال بعلي في مجال المجلس وكذي، فهو كان محتاج أن أحد ينقل له صورة المشكلات اللي يعانون منها له. نعم، جميل. إذن ما هي الخطوط العريضة والأهداف اللي
تم إرسائها في هذه اللجنة؟ أنا أهم هدف عندي باللجنة هو تحقيق مبدأ الدمج في كافة الأنشطة اللي أنا أقوم فيها، سواء من ناحية الثقافية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية الرياضية. أحرص حرص شديد أن أنا أغرس فيهم الدمج اللي طبعاً يعود لمصلحة المعاقين، يحقق مفهوم الثقة بالنفس، يعطيهم ثقة بالنفس أن هم يعرفون يتعاملون، يعرفون يتصرفون، يصير عندهم أن هذه الرهبة اللي هي من مواجهة الأصحاء هذه تنكسر عندهم. نعم، طبعاً بالذات أن تخصصك في هذا المجال، يعني هو مجال ذوي الإعاقة، شلون تشوفين تعامل ذوي الإعاقة معاكم؟ هل تواجهون مشكلات لإيصال وتوصيل المعلومة؟ وبالذات أن ذوي الإعاقة يعني نقدر نقول سمعية، بصرية، غيره، شلون توصلون الرسالة أو شلون تطورونهم، تطورون ذاتهم بالأصح إلى أن يشاركوننا في المجتمع؟ للأمانة يعني أنا دائما أقول إحنا بحاجة إليهم ليشاركونا بالمجتمع وليس العكس. صح كلامك. يعني أنا بما أني أنا في مجال التربية الخاصة، لي علاقات قوية مع أبنائي وأخواني من الاحتياجات الخاصة، حتى أنا عندي جروبات معاهم بالواتساب. فأستمع لآرائهم، أستمع لمشاكلهم، شنو الأنشطة اللي هم يبونها. يعني أنا قبل لا أسوي النشاط أعرض عليهم شنو ناقصكم، شنو تبون، شنو المباراة اللي تبون إحنا نسويها. فبالعكس أنا ملمة بكافة الإعاقات، خاصة أن أنا في هذا المجال وتخصصي في هذا المجال. أيضا لي علاقات قوية مع الأمهات من أبناء ذوي الإعاقة. نعم، إذا خلنا نقول عن الخطط المدروسة اللي مثلا تسعون على أنها تطبق على أرض الواقع لذوي الإعاقة. نسعى لحل المشاكل. أنا يعني الحين ما قاعد أركز على الأنشطة كثر ما أركز على المشاكل اللي يعانون منها، خاصة في هيئة المعاقين. فنحاول أن إحنا يعني الفترة السابقة قعدنا مع وزير الشؤون الدكتور سعد الخراز، أوجه له تحية كبيرة. فكانت في مشكلة عارضينها علي المعاقين، طالبين مني أني أنا أحلها ووصلها حق أبو علي، فوصلتها حق الدكتور سعد الخراز. بالعكس إحنا للآن أن إحنا نحاول نحل هذه المشكلة بهيئة المعاقين. جميل. أستاذة، الفكرة هل جاءت من قبل السيد مرزوق الغانم أو يعني هي كانت مشاركة بينك وبين باقي الأعضاء؟ طبعا هي عن طريق المشاركة. احنا طرحنا عليه الفكرة، خاصة انه هو عنده لجان اخرى غير اللجنة. صحيح. هذه بس احنا محتاجين لكادر متخصص في هذا المجال اساس ان احنا نكون نعرف نتعامل معهم. فانا يعني طرحت عليه الفكرة وبالعكس يعني لاقت استحسان كبير. والحمد لله صار لنا 6 سنين في هذا المجال ان شاء الله، وبارك الله في جهودكم. كلمتيني على أن هناك بعض المشكلات يواجهونها ذوي الإعاقة. ما نبي نحدد المشكلة، لكن أنتوا كلجنة هل واجهتوا بعض المعوقات لنقول تكبير هذه اللجنة وانتشارها أكثر في الكويت؟ الحمد لله، احنا الفترة السابقة اللي هو كانت السنة اللي فاتت تقريبا في يوم العالم لذوي الإعاقة، نشرنا أغنية كان يغنيها نبيل شعيل اللي هي الكويتي ما يطيح. نعم. ونشرنا فعلناها أيضا بالبوسترات لأبنائنا من فئة ذوي الإعاقة، الأبطال اللي كان لهم دور كبير في المجال العالمي. فشيء كان حلو وايد أن دقوا علي طالبات من بعض الجامعات الخاصة، فيبون أرقام الأبطال مشاركين في الحملة. أي نعم. جميل. قالوا نبي نستضيفهم عندنا بالجامعات. فيعني أنا لهم هم دقوا علي وشكروني، قالوا يعني مشكورة وما قصرتي إن عن طريق هذا النشر لنا الناس التفتت لنا، قامت تشوف إنجازاتنا، قاموا يستضيفوننا في الجامعات. فهذا كان شيء إيجابي. نعم، الحمد لله. وكيف كانت ردود أفعال نقول الهيئات، المؤسسات، الجهات المعنية في هذه الحملة وباقي الحملات أيضا؟ لا بالعكس، يعني كلهم شجعوني على هذه الحملة، وأغلبهم طلبوا صورهم على أساس إنه يكتبون شكر لنا. وبس ما نفس ما أقول لك، يعني إحنا هذه كانت مبادرة حلوة لفتت نظر حلوة، بس أنا الحين حالياً أركز على المشكلات اللي قاعد تواجههم. قاعد أحاول أني أكثر مواضيع الأنشطة وألتفت للمشكلات اللي يعانون منها، خاصة عندنا
مثل عندنا مشكلات الكراسي اللي يعانون منها حاليا. نعم. اكثر من جهه طلعت في عقدوا اجتماعات الفتره السابقه. نعم. تكلموا عن المشكلات الهيئه وهذا، فانا قاعد احاول مع ابو علي يعطيه الصحه والعافيه والسيد مرزوق الغانم وزير الشؤون ايضا ان احنا نكون ملمين في هذه المشكلات ونحاول نوصل للحل لها باذن الله. نقول من عام 2014 تقريبا 6 سنوات، ما هي أهم الإنجازات لهذه اللجنة؟ الحمد لله احنا قدمنا العديد من الإنجازات نفس ما قلت لك، في المجال الرياضي، في المجال الثقافي، في المجال الاجتماعي، قمنا بإعداد الكثير من ورش العمل، الأنشطة الرياضية، خاصة الفترة السابقة شاركنا في الأولمبياد الخاص اللي هو من قبل نادي الطموح الرياضي للإعاقة الذهنية، شاركنا معهم بأبو ظبي. نعم، حققوا إنجازات الحمد لله. أي هذا شيء جميل، يعني أن يرفعون اسم الكويت عالي، خصوصا أن احنا يعني القناة الثالثة دائما تركز طبعا على الأبطال في طبعا في شتى المجالات. فما شاء الله يعني محققين إنجاز وشيء حلو، يعني يابو بطولات وميداليات ذهبية وبرونزية، وتبارك الرحمن بعد قناتكم القناة الوحيدة اللي شاركت معنا هناك. نعم نعم، يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. وإحنا يعني نحرص أن احنا نكون رعاة وسبونسر للأبطال المعاقين اللي كلهم هدف، أن مثلا يكون لهم شيء يميزهم، هدف يبون يوصلون له، شيء يبون يوصلون له كمعارض كدعم. بالعكس احنا نستقبل هالامور. نعم. وندعمهم بكل يعني بكل اريحيه. طيب التواجد الخارجي كيف ياتي بالنسبه للجنه؟ شلون تشوفينه؟ والله يعني شوف اضحي لي السؤال اكثر. يعني مثلا التواجد الخارجي غالبا نقول مثلا في البطولات الخارجيه، مؤتمرات، معارض، غيره، اكيد هناك للجنه مشاركات خارجيه. صحيح. شلون تشوفينها؟ يعني شوفي للامانه احنا شاركنا مع الاولمبيات الخاص، هذه كانت اول مشاركه لي في ابو ظبي. بس احنا نمنيين لنا دعم كمشاركات خارج دوله الكويت، بالعكس احنا قاعد ندعمهم وقاعد نساعدهم. جميل. بس كصفه يعني ان انا اطلع وامثل اللجنه خارج. نعم. الكويت يعني انا ما طلعت الامانه الا هذه المره. نعم. بالعكس لقيت صدى كبير يعني جميل. ويعني بالعكس ان شاء الله ما تكون هذه اول مبادره لي خارج الكويت. نعم. هناك تنسيق اكيد يعني بين اللجنه وباقي نقول مؤسسات، هيئات، ممكن حتى شركات سبونسر غيره. شلون تشوفين مدى تعاون هذه الجهات؟ أغلب الجهات اللي قاعدين لنا كدعم يبون دعم لأنشطة ذوي الإعاقة، يعني يكون عندهم مثلا معارض لعرض المواهب من فئة ذوي الإعاقة، أبطال يبون يظهرون، أبطال يبون يشاركون مثلا في أولمبياد. نعم. بطولات، فيحتاجون دعم مادي. جميل. فإحنا بالعكس إحنا نساعدهم في هذه الأمور. جميل. إذن أستاذة شريفة يعني أنتم تساعدون ما تساعدون؟ لا. نقدر نقول كذي؟ بالضبط. إحنا أنا أقول لك إحنا لجنة داعمة. نعم. ومساندة لهم. نعم. بكل شيء يبونه. نعم. طيب هناك اتجاه لإنشاء نادي يرتبط باللجنة، وهذا شيء يعني مفرح للأمانة، يعني دائما خصوصا لجنة مرزوق الغانم لذوي الإعاقة يعني لها صدى كبير في المجتمع. الحمد لله. شلون تشوفينه ومتى ممكن يتم إنشاء هذا النادي؟ شوفي أنا يعني تطرقت حق موضوع يعني كان كنت أبيك تقولينه من قبل، بخصوص النوادي الثلاثة اللي تم إشهارهم الجديدة اللي هو نادي وربة ونادي التحدي ونادي مبارك الكبير. نعم. للأمانة أنا راح أكون معاهم كلهم. جميل. أنا ما راح أنحاز لنادي معين. جميل. لأن إحنا لجنتنا تدعم الكل والجميع المعاقين، ما راح أنحاز حق أي جهة. يعني إحنا عندنا كان نادي الكويت الرياضي للمعاقين، هذا النادي الأساسي اللي هو بحول اللي عرفته. نعم. طلع بدال الحين 3 نوادي مكملة له. نعم. وكلنا إحنا نكمل بعض، هذه رسالة واحدة، كلنا إحنا رسالتنا واحدة. نعم. وهدفنا واحد إن إحنا نرفع اسم الكويت في المحافل الخارجية. لما نمثل اسم الكويت خارج دولة الكويت ما راح نحمل هذا شعار هذا النادي، لا. صحيح. نحس بس علم الكويت فقط. صحيح. فالنوادي هذه كلها أنا بإذن الله راح أكون داعمة لهم. جميل. وأساعدهم إن شاء الله، بس نبي عد الهيئة تكون متعاونة معنا، هيئة الرياضة. نعم. هم مو مقصرين يعني للأمانة. نعم. يعني ما تفكرون أن يكون لكم نادي خاص لذوي الإعاقة؟ يعني أكون أنا للجنة مرزوق الغانم لذوي الإعاقة؟ والله إن شاء الله ليش لا، بس كذي راح يعني راح أكثف الجهود على نادي. نعم. الخاص. نعم. عرفتي. نعم. نعم. فراح أنسى البقية حرام يعني بالعكس. نعم. أنا هذه النوادي كلها أنا راح
يعني راح أمثلها وراح أوصل صوتهم ومشاكلهم. أنا وعدتهم إياه. ف يعني بخصوص أنه يكون نادي خاص لي، ليش لا؟ إن شاء الله ليش لا؟ يعني الواحد بالعكس دائما يسعى على أنه يعني يكون للأفضل، وهذا طموح يعني ما يعيب شيء. وبالنهاية نفس ما حضرتك تفضلتي، هي لخدمة الكويت أكيد، وبالنهاية بنرفع اسم الكويت يعني. صحيح. لا ما ترجع لي تنتسب لأي شخص، خصوصا يعني اللجان التطوعية وغيرها يعني. صح. شلون تشوفين ردود أفعال الأهالي من ذوي الإعاقة؟ نقول بعد أي مساعدة تقدمونها، أي فعالية تقدمونها من خلال الأنشطة، شو تشوفي ردود أفعالهم؟ بالعكس يعني ردود أفعالهم كانت جدا جميلة، وايد يشجعوني الأمانة. أنا أول الأيام كنت متخوفة، لأن هذا المجال أنت ما تقدرين تدشينه إلا إن من هم يكونون متقبلينك. صحيح. فما راح تقدرين تكملين إلا إذا كان هم متقبلينك ويحبونك. فأنا بالعكس يعني وايد مرتاحة معهم، وايد لقيت تشجيع من قبل الأهالي، أولياء الأمور، من قبل أيضا رؤساء الأندية. يعني دائما كانوا يشجعوني ويوجهوني للمسار اللي أنا بتخذه. فنفس ما قلت لك، أنا الأندية الأربعة أنا كلهم مكملة لهم وداعمة لهم، وصوتهم كله راح أوصله للهيئة ولبو علي، ما راح أنحاز لأي نادي. وأولياء الأمور بالعكس هم عيني الثانية، هم قاعد ينقلون لي مشاكلهم، لأن في أمور في أماكن أنا ما أقدر أروح لها. يعني فهم ينقلون لي مشاكلهم. جميل. إيه إذن نعم. في تواصل، هذا شيء يعني جميل. إيه نعم. بارك الله في جهودكم. أهم الفعاليات اللي المستقبلية نقول للجنة شنو هي؟ بإذن الله الفعالية القادمة راح أسوي بطولة في نادي الكويت تجمع الأندية الأربعة. جميل. الأندية الأربعة اللي هم النادي الثلاث اللي تم إشهارهم، ونادي الكويت الرياضي للمعاقين، نادي وربة والتحدي، ومبارك الكبير. راح أسوي مباراة ودية بين هذه الأندية، تكون انطلاقة لهم، وإن شاء الله هم يكملون المسيرة. سبق أنكم سويتوا قبل رمضان نفس الفكرة. نعم. أستاذة شريفة، شلون كانت ردود الأفعال؟ يعني كانت مباراة جدا جميلة، سويناها بنادي الكويت بالتعاون مع نادي الطموح للإعاقة الذهنية في نادي الكويت الرياضي. كانت المباراة جدا والله الصراحة وايد استمتعنا فيها. نعم. خاصة أن شاركونا نعم. أشخاص من رؤساء من هيئة الرياضة، الدكتور صقر الملا والدكتور محمود مفليطح، وايضا خالد الغانم لعب معاهم. جميل. رئيس نادي الكويت. جميل. فكانت بطوله وديه اسريه. نعم. وايد كانت حلوه، وان شاء الله راح تتكرر ان شاء الله باذن الله. نعم. استاذه شريفه، دور اللجنه في دعم ابطال من ذوي الاعاقه يعني حققوا انجازات ورفعوا اسم الكويت عالي، شنو هي؟ طبعاً دور اللجنة لها دور كبير، خاصة أن السيد مرزوق الغانم استقبلهم في مكتبة، خاصة اللي كان لهم إنجازات وبطولات. نعم. في المحافل الدولية. جميل. واللي شاركوا معنا في البوسترات اللي. نعم. دعمناها في حملة الكويتي ما يطيح السنة اللي فاتت، السنة السابقة، فكان له دور يعني أنه هو استقبلهم وعطاهم دعم معنوي. نعم. وبالعكس يعني كان فاتح مكتبة لهم وقال لهم أي شيء تبونه أنا موجود، وهذه اللجنة داعمة لكم وتوصل صوتكم. نعم، بارك الله فيكم. احنا مستمتعين أكيد بالحوار معك، لكن نطلع هذا الفاصل صغير ونستكمل حوارنا. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، نستكمل حوارنا مع ضيفتنا الاستاذه شريفه الغانم رئيسه لجنه مرزوق الغانم لذوي الاعاقه. استاذه شريفه، طموح اللجنه لاعداد ابطال جدد، اعتقد ان هناك يعني العديد من الطموحات ممكن لم تحقق، تحتاج الى وقت. صح. لكي تحقق. شنو طموحكم لاعداد ابطال لاعداد الابطال؟ يعني شوفي تبارك الرحمن، هو بهالمجال وايد في أبطال من ذوي الإعاقة. نعم. وايد في من ناحية أيضا حتى العنصر النسائي، يعني تلاقين بنات تبارك الرحمن يقومون بدورات تدريبية في التنمية البشرية، دورات تدريبية في علم النفس. فيعني احنا دائما نجدد
ما نسلط الضوء على مثلا بطل واحد، احب اني انوع في تسليط الضوء على الابطال في هذا المجال. فاكيد لها دور، اللجنه لها دور كبير في تسليط الضوء عليهم بان احنا ندعمهم ايضا في انشطتهم. نعم، هل ممكن توفرون لهم مثلا مدربين؟ خصوصا احنا نفس ما قلنا يعني الابطال هذول يرفعون اسم الكويت عالي، يعني ممكن توفرون لهم السبل من حيث مثلا خلي الامكانيات مثلا المساعدات في اعاقتهم، مدربين يساعدونهم لتطوير نقول مهارتهم. قصدك يعني كورش عمل وورش تدريبيه؟ اي بالعكس، ليش لا؟ يعني احنا انا قلت لك سبق وقلت لك ان احنا نقوم باعداد الورش و الدورات التدريبية لهم. بالعكس هذه يعني تسبب بالفائدة لهم. بس بخصوص أن قصدك من ناحية التدريبية، أن بس توضحي لي السؤال أكثر. نعم، غالبا نقول الرياضيين من ذوي الإعاقة يحتاجون إلى نقول مساعدات أكثر، خصوصا من ناحية التدريب مثلا نقول المحافل الدولية أو مشاركتهم المحافل الدولية، تخصصوا لهم يعني مثلا مدربين أشخاص، احنا قاعد نتكلم على أشخاص، هل توفرون مثلا مدربين ومعلمين أندية لتطويرهم؟ اي نعم، يعني احنا نحاول ان ندزهم لأندية احنا نتعامل معها، او أندية يكون لنا تعامل معهم. فندزهم لأندية يتابعون معهم. نعم. لجنة مرزوق الغانم لذوي الإعاقة، هل تعتمد على الكوادر الوطنية أو ممكن تستعين من أجانب؟ أشوف يعني نفس ما قلت لك هي لجنة تطوعية. نعم أكيد، هي قائمة علي وعلى زميلي في المجال الإعلامي. نعم. أخوي فراس السلمان، فإحنا نحاول أن نكون ملمين في هذا المجال. نعم. يعني خاصة الحين بعد إشهار النوادي الجديدة أنا يعني وايد مركزة عليهم، نبي يكون شيء جديد لنا بالرياضة وفي المجال الرياضي. فبالعكس ليش لا؟ نعم. بالعكس يعني أنا أستقبل، يعني بالعكس أنا أبي هم متطوعين معي. نعم. يفيدوني بهذا المجال، بس أركز أن يكونون تخصص في هذا المجال. نعم. نعم. تحتاجين التخصص أكثر في مجال ذوي الإعاقة. نعم. من الأشخاص نقول المتطوعين العاديين، يعني في حال أنه يا لكم شخص غير متخصص ما ممكن أنكم توظفونه في مكان معين بحيث أنه يخدم هذه اللجنة؟ ممكن أنه يعني يساعدنا في الأنشطة والفعاليات التي نقوم فيها، بس أنا يعني أحتاج لكوادر متخصصة في هذا المجال. أكثر. نعم، لأن هذا المكان لازم يكون شخص متخصص، لنعرف يعني يكون عارف شلون يتعامل مع طبيعة الإعاقة اللي راح تكون معاه، لأن أنا نفس ما قلت لك أن اللجنة ملمة في جميع الإعاقات، الصم، الإعاقة البصرية، الإعاقة الحركية، الإعاقة العقلية، فلازم يكون معي شخص متخصص في هذا المجال. أستاذة شريفة، أكثر الأشخاص اللي عندهم مشاكل من ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، أي فئة؟ للأمانة فئة مبتوري الأطراف أنا. نعم. أشوف أنهم يعانون وايد، لأن ما عندنا بالكويت مراكز مهيئة ولا مستشفيات عندها تكون أطراف صناعية بدل ما هم يسافرون برا. فإحنا نتمنى أن دولة الكويت، والحمد لله إحنا ما علينا قاصر. نعم. فنتمنى أن يكون في عندنا مؤسسات وهيئات ومستشفيات ومراكز علاجية لعلاج مبتوري الأطراف، لأن هم يبي لهم وقت على ما يتدربون على. نعم. كيفية استخدام هذا الطرف الصناعي. نعم. أنا هم سبق وذكرت في لقائي السابق نسألوني نفس السؤال، قلت هذه الفئة أنا أشوفها وايد مظلومة بالكويت، فنتمنى. نعم. نتمنى من الدولة أيضا ومن الحكومة أن يوفرون لنا مراكز مهيئة ويكون مستشفى واحد يكون ملم لجميع الإعاقات. نعم. نعم. هل تسعون على يعني قلتي كلمة حلوة، مستشفى خاص يلم في ذوي الإعاقة جميع الفئات، ممكن أن أنتم تسعون إلى فعلا تقدمون هذا المقترح؟ إحنا نقدم هذا المقترح. نعم، بس أن هذا المقترح ما يبي إلا يوم وليلة. شوفي أكيد يحتاج يعني وقت، يبي إلا سنين تدارية يعني. فإحنا نقدم هذا المقترح، يكون في مركز مهيئ كامل، صرح ومركز كامل مهيئ لاستقبال الاحتياجات الخاصة، يستقبل كل إعاقاتهم، وإن شاء الله هم إحنا نسعى أن يكون عندهم أيضا تأمين صحي، هم ما عندهم تأمين صحي. نعم. فإحنا نسعى، بالعكس كان طالب بهذه الأمور. نعم. وإن شاء الله الهيئة تلتفت لنا بإذن الله. نعم. ما فكرتوا ممكن تستعينون في الشركات الخاصة غير الهيئات مثلا والجهات الحكومية؟ خصوصا نفس ما حضرتك تفضلتي في مجال أقصد الطب، التأمين الصحي وغيره.
بالعكس يعني هم ما راح يقصرون، بس احنا نبي شيء من الحكومه افضل. افضل يكون يعني لما يكون مو عن طريق تجار او عن مو عن طريق متبرعين، يكون افضل عن طريق الحكومه، يكون لهم يعني مركز مهيئ كامل لهم. والحمد لله الكويت قاعد تقوم بتبرعات خارجيه بالملايين والمليارات، يعني يفضل انه يكون لنا مركز خاص لهم. نعم إن شاء الله، إن شاء نعملين الله. على أن بإذن الله فعلا يعني كل شيء يحتاج وقت، لكن طبعا. ما عندنا شك على أن بالنهاية راح توصل رسالتكم وتحققون يعني هذه مساعدات بالنهاية لذوي الإعاقة، يعني نعم. الموضوع مو راجع لكم ولا داش بجيبكم، يعني صحيح. أكيد أن وأنا قاعد أسعى الله يعني يعلم أن أنا قاعد أسعى لحل هذه المشكلات والقضايا، وعرضها على رئيس المجلس وعرضها على خالد الغانم، وكلهم والله للأمانة مبطلين مكاتبهم، قاعد يعني يساعدونهم باللي يقدرون عليه، وإن شاء الله إن شاء الله. كلنا إذن خطط وأهداف اللجنة في المستقبل شنو ممكن أنها تكون غير الفعاليات والأنشطة؟ والله يعني أنا نفس ما قلت لك، أنا يعني أبيها تكون هذه اللجنة داعمة لهم، مكملة لك جميع الأنشطة لهم، كهدف أن تنحل جميع مشاكل المعاقين. هذا الهدف الرئيسي عندي باللجنة، أن الله يكون يعني يساندني، والله يعني أني أنا أوصل هذه الرسالة وأوصل هذه المشكلة، مهما كان هذه أمانة. نعم يعني هذه اللجنة حساسة لأنها تمثل السيد مرزوق الغانم رئيس المجلس، فإحنا دورنا أن إحنا نوصل مشاكلهم للمجلس ونلقى لها حل. فهذا انا عندي هذا الهدف اللي انا قاعد اشوفه الحين، ان تنحل مشاكلهم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. واكيد يعني في بدايه اللجنه ممكن كانت الاهداف ابسط، صحيح. من حتى المشاكل كانت ابسط ممكن، صح. يعني من الفتره نقول الحاليه، يعني كل ما كبر الشيء كل ما زادت مسؤولياته. مسؤوليه كبيره. نعم. تشوفين ان حضرتك الدور الاكبر عليك، ولا هناك فعلا اعضاء تعددينهم لنا في برنامج بايدي هؤلاء لهم دور في هذه اللجنه؟ طبعا السيد مرزوق الغانم والسيد خالد الغانم لهم دور كبير في هذه اللجنه. هذه اللجنه انا ما لو يعني ما اقدر اشتغل فيها ولا اقدر اكمل بدون دعمهم لي، لانه بفعل انشغال ابو علي بالمجلس نفس ما قلت لك، فهو داعم لي، والسيد خالد الغانم ايضا داعم لي، فهما على قولتهم الجنود المجهوله في هذه اللجنه. نعم اي نعم. نعم. والاعضاء اللي مثلا نقول انضموا او موجودين معكم في هذه اللجنه شنو دورهم بالضبط استاذه شريفه؟ للامانه انا ترى ما عندي اعضاء، انا اقوم في هذه اللجنه قلت لك بصفه شخصيه، واحاول اني اعرض مشكلاتهم للهيئات واحلها. نعم. بس انا يعني اتمنى يعني ابي احد ينضم لي، بس يكون متخصص في هذا المجال. نعم. نعم. يعني أفضل أنه يكون متخصص في هذا المجال. نعم. إذن يعني تقدرين نقدر نقول أن حضرتك قاعد تشتغلين في اللجنة بروحك، أو هناك جنود مجهولين نفس ما ذكرت لك الجنود المجهولين بس. باللجنة بس. والله يعطيكم العافية. يعني مجهود جبار. يعني نقدر نقول أن 3 أشخاص حققوا يعني توسع وانتشار. أستاذة شريفة الغانم، خلينا حايشنا الفضول وحابين نعرف شنو الأنشطة اللي ممكن تسوونها في فترة الصيف لذوي الإعاقة؟ الأنشطة اللي راح إن شاء الله نسويها في فترة الصيف نفس ما قلت لك، اللي بنسوي بطولة أو دورة للأندية الأربعة أو الأندية الثلاث في نادي الكويت. وطبعا الحين أنا شغلي شاغل هذه الأندية، لأنه يبي لها وقت على ما يتم، لما يلقوا لهم مكان، على ما نقابل الهيئة واجتماعات، فأنا مركزة ومسلطة الضوء عليهم، عسى الله يوفقهم إن شاء الله يا ربي. نعم. إذن فترة الصيف تكلمنا فيها، في العام الدراسي الجديد تهتمون في التعليم؟ أي نعم، احنا نسوي أنشطة دائما في أول فترات الصيف مع وزارة الشؤون، دور رعاية المعاقين اللي بوزارة الشؤون، نحاول نسوي لهم فعالية ببداية العام الدراسي، يعني نشوف شنو متطلباتهم، شنو النواقص اللي يعني يعانون منها، ويعني نحاول نحلها لهم. نعم. صدف انكم تعاملتوا مع نقول من ذوي الإعاقة لكن صعبين، يعني
أكيد. في ناس ممكن صعبة ما تقدرين تتعاملين معاها. حضرتك تفضلتي بداية الحلقة نقطة وايد جميلة، أن لابد ذوي الإعاقة أن يتقبل الشخص صحيح. لكي يتعامل معه. صح. أنا أبي أتكلم عن هالنقطة والجزئية، خلينا من نقول طموح والأهداف، وهذا أعتقد أعطيناها حقها. خلينا نعطي شلون شريفة الغانم توجه رسالة للسادة المشاهدين يتعاملون المعاملة الصحيحة لذوي الإعاقة. نفس ما قلت لك أنا في بداية الحلقة، أنهم صح لازم أنهم يتقبلون الشخص اللي ماسك هالمكان. شلون نخليه يتقبلنا؟ وبعدين هم يلاحظون ترى إذا أنت بهالتخصص ولا مو بهالتخصص، إذا أنت بهالمجال يعرفون ولا مو بهالمجال، وأنت ليش داشة، ويسألون شنو هدفك وليش شنو شهادتك. فهم يعني تبارك الرحمن يعني هم هذا من حقهم إنه يعرفون إنه منو هذا، منو هالشخص اللي يبي يتعامل معاهم واللي بيحقق أهدافهم ويبي يوصل رسالتهم. أكيد. فأنا بما أن أنا معلمة يعني صار لي فترة تقريبا 11 سنة في هذا المجال. نعم. معلمة إعاقة بصرية. نعم. وفلي تعامل مع الأطفال في. نعم. هذا المجال. جميل. فالحمد لله ما لقيت أي صعوبة بالتعامل معهم. جميل. ولي قاعدة قوية بهالمجال ولي تواصل دائم معهم. نعم نعم أكيد. نعم. بلا شك يعني إحنا من قبل لا نستضيفك أستاذة شريفة عارفين أن أنت عندك القدرة على أن تتواصلين من ذوي مع ذوي الإعاقة بشكل سليم وصحيح وصحي كذلك، وهذا الأهم. لكن حابين نعرف تكنيك معين، يعني ما في تكنيك معين ممكن نش تتعاملين مع ذوي الإعاقة؟ أنا كلهم أصدقائي، كلهم صديقاتي. يعني أنا عندي وايد صديقات في هذا المجال، وايد عندي صديقات من فئة الإعاقة البصرية، من فئة الإعاقة الحركية. يعني أدش معاهم ما كأني رئيسة لجنة، أنا أدش معاهم صديقة. كأني صديقة، وأحاول أني أنا يعني حتى لو تذمرون بالعكس أنا أستقبل أي تذمر منهم أو نقد منهم. بالعكس أنا دائما كنت أقول لهم أي قصور أي نقد تشوفونه بالعكس بلغوني، أنا أتقبل هذا النقد يعني بكل صدر رحب بالعكس، عشان أعرف شنو العيوب أو شنو الأشياء عشان أتداركها. نعم. وبالعكس أنا نفس ما قلت لك هذا المجال لازم أن أنت تكونين حابته قبل لا تشتغلين فيه. يكون عندك طولة بال، هذه أهم شيء، أن يكون عندك طولة بال. نعم. أي نعم. أنا أتفق معك 100%. دائما إذا عطيت الشيء من قلبك فتلاقي النتيجة والمقابل ممكن غير المتوقع حتى أكثر من توقعات الشخص. إحنا شاكرين لك وجودك معنا، استمتعنا بالحوار معك. إذا في كلمة أخيرة حابة توجهينها للسادة المشاهدين الكاميرا لك. حبيبتي يعطيكم الصحة والعافية، وأنا سعيدة باستضافتكم لي بهذا البرنامج الرائع، وكل عام وانتم بخير ومن العايدين الفايزين، وإن شاء الله لجنتنا مستمرة بفعالياتها وأنشطتها وداعمة لكل المعاقين وكل المشاكل المعاقين. إن شاء الله بإذن الله نلقى لها حل. وكل الشكر للمخرجة سناء عبد الرضا والمخرج عبد الله المطيري والمعد متعب لمطوطح، مشكورين وما قصرتوا، ومن العايدين الفايزين إن شاء الله. وانت بخير وصحة وسلامة. يسلمك. نشكر ضيفتنا مشاهدينا الكرام شريفة الغانم رئيسة لجنة مرزوق الغانم لذوي الإعاقة. شكرا لكم لحسن المتابعة، شكرا لكم نقول إصغاءكم إلى كلماتنا، قد تكون منا أشياء سقطت ومنا أشياء تعلمنا من خلال هذا اللقاء، من خلال طبعا لقائنا مع ضيفتنا شريفة الغانم. شكرا لكذلك فريق عمل برنامج بأيدي هؤلاء اللي يسعى طبعا أكيد بلا شك على أن يرتقي في المجال. تترككم في حفظ الله ورعايته، مع ألف سلامة.